بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الآن بشرح المثال الثاني في الفصل الثاني. وفي هذا المثال عندنا بيم اللي هو أي بي طوله L يؤثر عليه حمل موزع بشكل منقضم على طول هذا البيم. عندنا السبورت أي هو عبارة عن هنج سبورت، والسبورت بي اللي هو غولر سبورت. المطلوب رسم كل من الشير فورس والبيندنج مومنت دايجرامز لهذا البيم تحت تأثير هذا الحمل الموزع اللي تكون بالانتنسيتي مالته هو مقداره أوميجا. أول شيء دائما نسويه هو نوجد مقدار الرياكشن فورسز في كل من السبورت A والسبورت B. عندنا الهوريزونتال رياكشن فورس بالسبورت A راح تكون مساوية صفر لكون ما عندي أي حمل يؤثر باتجاه الأفقي. فيوقع عندنا فقط الفيرتيكال رياكشن فورس عند السبورت A والفيرتيكال رياكشن فورس عند السبورت B. حتى أوجد هذه رياكشن فورسز آخذ العزوم حول بوينت B، أوجد عندها الرياكشن فورس في السبورت A، أساوي أو ثم بعدها أجمع القوة باتجاه العمودي حسب المعادلة الثانية للتوازن، وأساوي هذه المعادلة بالصفر، وأساوي هذه القوة بالصفر، أحصل على قيمة الرياكشن فورس في السبورت B. أو ممكن آخذ عزوم حول بوينت A وأساويها بالصفر، أوجد مقدار قيمة R B. هنا عندنا أخذنا عزوم حول السبورت B، على فرض أن العزوم مع أقرب الساعة موجب وعكس يكون سالب، فتكون عندي R A في ذراع اللي هو L، فتكون عندي R A في L ناقصا الأوميجا اللي انتسيتي مع الحمل الموزع مضوبة في L في بعد السنتر مع هذه القوة الموزعة عن السبورت بي اللي حيكون مساوي ل L L over 2. فيكون عندي بالحالة هاي العزم هذه القوة أو هذا الحمل الموزع حول بوينت بي هو مساوي إلى أوميجا في L سكوير على 2. أعيد ترتيب المعادلة بعد ما زي مثلا بعد ما سوى الصفر وطرفين وسطين، يكون عندي مقدار الـ RA هو أوميجا في L over 2. مثل ما ذكرنا، يا أما أخذ مجموع القوة باتجاه العمودي يساوي صفر، فتكون عندي الـ RA زائد RB ناقص أوميجا في L يساوي صفر، وعوض عن الـ RA بما يساويها، فأوجد قيمة الـ RB. أو أخذ عزم حول بوينت B وأساويها بالصفر، فتكون عندي RB في ذراع اللي هو L ماينس الأوميجا في L تربيع على 2، يطلع عندي أيضا الـ RA مساوي الـ RB ويكون مساوي لأوميجا في L over 2. الآن وجدنا رياكشن فورسز في السبورت A والسبورت B. نحتاج الآن أن نرسم كل من الشير فورس دايجرام والبيندنج مومنت دايجرام. بما إحنا ما عدنا على طول هذا البيم أي حمل مركز ولا عزم مركز في طول معين، إذا نحتاج فقط أن نختار سكشن واحد على هذا البيم، وخلي يكون هذا السكشن اللي يبعد مسافة X من البوينت A إلى هذا السكشن، فتكون عندي هذه المسافة X. ويتقسم الشير فورس دايجرام، أجي ناقش القوى أو الشير فورسز الواقع على يسار السكشن. عندي الـ RA وعندي الحمل الموزع. الـ RA يدور مع عقب الساعة فتكون إشارته موجبة. الأوميجا أو هذا الحمل يدور عكس عقرب الساعة فتكون شرطة سالبة، فتكون عندي شير فورس عند هذا السكشن يساوي لنا RA ماينس أوميجا في L أوميجا في X عفوا، مثل ما هنا عندنا في المعادلة. راح نلاحظ أن هذا معادلة بدلالة الـ X هي معادلة من الدرجة الأولى بعد ما نعوض عن الـ RA بما يساويها، أي أن شكل الشير فورس دايجرام من البوينت A إلى البوينت B راح يكون عبارة عن خط مستقيم، وهذه معادلة أي معادلة خطية. إذا أقسم الشير فورس
دايجرام، نحدد نقاط اللي تنطينا الباوندري او حدود الشيرفوس دايجرام. عند البوينت اي تكون اكس صفر، فعوض فيها المعادله هاي من اكس صفر، فتكون عندي الار اي او الشيف فورس عند البوينت اي مساوي الى مقدار الاكشن فورس بالسبورت اي واللي هو اوميجا في ال اوفر 2. خلينا يكون عندنا هذا هو البيس لاين مالت الشيف فورس. فتكون عندي الار اي اللي هي اوميجا في ال اوفر 2. عند البوينت B راح تكون عندي قيمة الاكس مساوية لL، فعوض عن X بالL في المعادلة هذه، فتكون عندي قيمة الشير فورس عند البوينت B هي ناقصا أوميجا في L over 2. ومثل ما احنا قلنا أن هذه المعادلة هي معادلة من درجة الأولى، إذا وصل خط مستقيم من البوينت A إلى البوينت B بهالشكل هذا. نكمل هذا المخطط مالتي، فيكون عندي هذا هو الشير فورس دايجرام للبيم أي بي تحت تأثير الحمل الموزع بانتظام، وتكون عندي هذا الجزء المجمل عنده وهذا الجزء السالب. هاي النقطة تمثل لي النقطة يكون بها الشير فورس هو قيمته صفر، بما أن الشير فورس هو مشتقة يمثل مشتقة البندك مومنت من أي نقطة. إذا فبين المماس عند للبندك مومنت دايجرام عند منتصف السبان هذا اللي هو أي بي راح يعطيني ماكسيمم بندك مومنت، يعني بين المماس عند هذه النقطة للبندنج مومنت راح يكون مساوي راح يكون بشكل خط افقي، يعني المماس يكون عندي صفر، فيكون عندي مماس عند منتصف السبان للبندنج مومنت هو افقي. فإذا اريد ارسم البندنج مومنت، طبعا بعد ما نمسح هذه كلها نمسحها ونعوض عنها برسم اوضح للشير فورس دايجرام اللي هو هذا، ننتقل بعدها الى رسم البندنج مومنت اللي هو نفس السكشن احنا اشتغلنا عليه في حاله الشير فورس. فهذه المسافه اكس. عند السكشن اكس العزوم تساوي لنا نجي باتجاه اليسار وصول اليمين، الار اي دور مع عقرب الساعة فتكون دي لحصول تقعر إلى الأعلى فتكون شايتها منجبة، الأوميجا تدور عكس عقرب الساعة كما ذكرنا فتكون التقعر الناتج عن هذه القوة هو بتأسفل فيكون إشارة سالبة، فيكون عندي المعادلة للبندنج مومنت عند السكشن X هي R A في X ناقص الأوميجا في المسافة X حولناها إلى حمل مركز يبعد مركز يبعد عن السكشن اكس بمسافه مقدار المسافه مقدارها اكس على 2 او نقول اوميجا في اكس تربيع على 2. فتكون عندي هاي المعادله بعد ما اعوض عن ار اي هي معادله تحكم البيندنج مومنت من البوينت اي الى البوينت بي، وهي معادله من الدرجه الثانيه، وهذا شيء طبيعي لان عندي المعادله الخاصه بالشير فورس دايجرام من البوينت اي الى البوينت بي هي معادله خطيه من الدرجه الاولى، بينما المعادلة خاصة بالبندنج مومنت هي معادلة من الدرجة الثانية وليس معادلة من الدرجة الأولى، إذا راح تكون بشكل منحني أي برابولا، لكونها معادلة اللي تحكم البندنج مومنت دايجرام هي معادلة من الدرجة الثانية. خلي نرسم البندنج مومنت أو نحدد الباوندري للبندنج مومنت دايجرام أو الباوندريز للبندنج مومنت دايجرام. هذا حيكون عندنا البيس لاين مالتنا. لما نعوض عن الاكس في بوينت اي، في بوينت اي تكون عندي اكس مساوي للصفر، فعوض في هذه المعادله
بالاكس هنا صفر، راح نعطينا البيندنج مومنت مساوي الى صفر، حددنا هاي النقطه هي صفر. عند البوينت بي راح تكون عند الاكس مساوي الى ال، فنعوض في هذا المعادله ايضا عن قيمه اكس مساوي الى ال، فتنطيني قيمه البيندنج مومنت مساوي الى صفر ايضا. يبقى عندنا كما ذكرنا هاي النقطة اللي يكون بها الشير فورس يساوي صفر، فبالتالي يكون عندي الماكسيموم بيندنج مومنت عند هذه القيمة، فتكون عندي مينيمم ماس لهذا المنحني هو صفر، لكن ايش قد قيمة هذا أو العزم عند هذه النقطة؟ نعوض عن ال x بال L over 2، بتكون عندي مقدار البيندنج مومنت عند منتصف السبان اللي هو هنا كما ذكرنا هو مساوي الى اوميجا، بعد ما اعوض عن x مساوي الى L over 2 فصار عندي اوميجا في L سكوير على 8. بما ان اشارته موجبه فكنا حيكون عندنا حيكون هذه القيمه او عند هاي النقطة هو الماكسيموم بيندنج مومنت، وكما ذكرنا مساوي لأوميجا ال تربيع على 8. اجي بما ان المعادلة اللي تحكم لي رسم البيندنج مومنت من البوينت A البوينت B هي معادلة من الدرجة الثانية اي بارابولا، اجي اوصل بخط منحني نانا. خلنا بالبداية نحدد المماسات عند البوينت A والبوينت B. عند البوينت A الشير فورس يمثل لي ميل الماس البندق مومنت دايجرام. مقدار المماس او الشير فورس عند البوينت اي هو اوميجا في ال اوفر 2، بينما في البوينت بي هو نقص الاوميجا في ال اوفر 2، فارسم عند البوينت اي مماس موجب بهالشكل هذا، وأرسم عند بوينت بي مماس سالب، لأن عندي قيمة الشير فورس عند بوينت بي هي سالبة، وأرسم مماس سالب هنا. وعندنا أصلا مماس هو أفقي عند الماكسيموم بيندنج مومنت، فأرسم البيندنج مومنت دايجرام بالشكل التالي، أوصل بخط منحني، أجي من أرسم المماس أوصل إلى أعلى قيمة وأنزل إلى الصفر، فيكون عندي هذا هو رسم البيندنج مومنت دايجرام لي البيم اي بي تحت تاثير الاوميجا لود اللي هو او الحمل الموزع اللي يكون منتظم على طول هذا البيم. فيكون عندي شكل البندق المونديجرام بشكل مرتب افضل من هذا الرسم اللي انا رسمته، وحيكون بهذا الشكل. وطبعا بندق مومنت وحداته كيلو نيوتن في متر، وشير فورس وحداته هو كيلو نيوتن. وبهذا الشكل اكتمل عندنا رسم أو حل المثال الثاني، وشكراً.